انتي بالرجال كامل، وان شاء الله كل يعني الرجال راهم يشوفوا فينا اليوم. راح نتعرفوا على الصيحات فيما يخص الاحذيه بالنسبه لشتاء 2019 معك كنزه. الو كيما قلتي اليوم على بالنا بلي الرجال هاد الاعوام الاخيره يهتموا ثاني بالموضه على يعني لا دو لا ميم فاسون كيما المراه تهتم. والاكسسوار انديسبونسابل بور لي زوم بيان سور سي لي شوسيغ، هو اللي يبدل يعطي كامل اللمسه للبسه تاعهم. صح. الوغ كيما راح نشوف هنايا في الصور، راح نشوف الاحذيه اللي هي اكثر رائجه، وراح نبداو بالاحذيه فالا سبور. الاحذيه فالا سبور رياضيه بصح تكون ضخمه بشكل ضخم، يعني حتى بالنسبه للنساء يعني نعرفوا انه يعني اخر صيحات الاحذيه راح تكون ضخمه كذلك بالنسبه للنساء وتكون رياضيه اكثر. يعني على عكس تاع العام اللي فات، العام اللي فات يعني بور لي زوم سيتي ان بو دون لي تروك ديسكري فان ناعم، هاد العام لا الاحذيه الرياضيه الضخمه اكسسوار لي سنيكرز او اوتر الاحذيه الضخمه. اذا يعني بهذا الشكل يعني فوالا من الافضل يعني تكون من الالوان يعني سوا لو نوار او بيان البلو توندونس هاد العام. نو هذه الصوره يعني اللي موراها سوجي وحده تكون من اللون الابيض. أوكي. ونفضلوا يعني ننصحوا الرجل انه يلبسها يعني ما يكون مع سروال عريض ويفيتي لي سليم ولا البنطلون ضيق معاها. كما احنا شفنا في الصوره اللي قبلها في يلا نشوف الصوره اللي قبلها باللون الاحمر. اللون الاحمر فوالا سو ان فيت لي شوسور ا تالون يكونوا دي نوتر كولور بارابور على لا شوسور ال ميم سادير هنا خدينا لو بازيك سادير البلون وين لو تالون يكون ان بلون ولا لا شوسور تكون دي نوتر كولور او بيان عندنا ثاني سي وين يكونوا دو لا ميم كولور مي بصح شنو لو تالون يكون ان بو ايبي. اوكي باش يعني نبرزوا اكثر استاذ سي التريك وين نبرزوا لو تالون لازم نبرزوه. وننصحوا ثاني تلبسوها مع لي جين فالا لي جين وحتى السليم يعني يقدروا انهم يلبسوا مع هذا النوع من الاحذيه. صح يعني لا توني ما تكونش فيها بزاف تكالف ولا فيها أوكي. يعني تكلف أوكي. تكلف فيها اكزاكتومون باردون يعني ايليفيت لي موتيف ايليفيت يلبسها افيك دي تخيك سامبل باسكو هي اللي حتى تمد اللبسه اللمسه للبسه فوالا تري بيان. بس نشوفوا لي نوتر فوتو يلا نشوفوا. Alors ça c'est les mocassins, voilà, les mocassins ça fait déjà une bonne période mais ils sont déjà à la mode. Et donc à chaque fois que l'année a du lot, c'est le bordeaux le plus amali, c'est-à-dire simple un jean avec une chemise ou bien avec même une tenue classique. Les gens maintenant ont un air ou déjà c'est confortable. ننصحوا يعني تكون عنده الراجل يقتني بالالوان الاساسيه ستادير لو نوار البلو فونسي لو مارون ويزيد تاني يدي اون اوتر كولور اللي يحبها هو وعلى حسب اللباس اللي عنده. وعندنا اون اوتر توندونس سي يلا صور يلا ما شفناهاش اكزاكتومون فوالا سي لي شوسيغ دو روندوني هايكينغ. الوغ كي كري كانوا غير لي شوسيغ هذوما جوست بوغ لي جون كي فون دي روندوني. هاد العام لا قروا يعني الاخطاء في الموضة يعني يدرجوها حتى في اللباس العادي. وهي تاني تعتبر يعني من شوية تشبه الحذاء الاولاني اللي شفناه يعني الاحذية الرياضية الضخمة. أوكي. فنفس الشيء ننصح الرجل يعني ما يليفيت لي بونتالون سليم كي يلبس مع هادو، ما يلبس توجور دي بونتالون عراض ويغتني بدي كولور تكون يعني في الفونسي كيما يعني في لافوتو هادية اونتخ لو مارون لو بلو و لو نوار. Très bien. On a appris que c'est un bon investissement, la chatache, c'est parmi les chaussures les plus solides. On me les chayane. Voilà. Très bien. اذا هذه هي بالنسبه للصور وبالنسبه كذلك لاخر صيحات الموضه بالنسبه للاحذيه خاصه بالرجال. يعني في الاخير وش هي النصيحه اللي تنصحيها كامل يعني سواء البنات او حتى الرجال؟ يعني توجور يعني حنا ندو نصائح في الموضه يعني بصح ننصحوا انه الشخص يقتني باللباس اللي هو يحس روحو فيه اليز اللي هو يحبه وفوالا. هذه يعني مهما كان يعني نصائح من فقط هكذا ولا سامبليسيتي دائما.